درجات. عشان كده التقرير اللي هنشوفه دلوقتي كمان عن ماراثون درجات في مدينة الشيخ زايد اشترك فيه العديد من الشباب والفتيات. خلينا نشوف ونعود مرة أخرى. من أجل نشر ثقافة رياضة العجل قام عدد من الشباب بتنظيم ماراثون في مدينة الشيخ زايد على مسافة 16 كيلومتر. رايت 16 كيلو جوه الشيخ زايد. مرة فاتت كنا نازلين ضد التحرش، المرة اللي قبلها امشي في حارتك، المرة الجاية ان شاء الله يوم يتيم وبتاع قبل رمضان، يعني كل مرة فاكرة ان شاء الله. في كل ايفنت عامة احنا بنستغل دايما لما بيبقى في اي عيد، يوم سنوي، يوم اي حاجة في ايام السنة بنستغله في الايفنتات. مثلا زي مثلا يوم اليتيم بنستغله في يوم اليتيم، في يوم المية العالمي بنستغله مثلا نعمل اي فعاليات، اي انستراكشنز للمية، حفاظ للمية. الهدف من السايكلينج يوم هو نازل بمسج اللي هي الفتنس، الهيلثي لايف ستايل في الهيلثي فود. الماراثون شارك فيه العديد من الشباب والفتيات بفئات عمرية مختلفة في تجربة يراها البعض مفيدة على المستوى الصحي والاجتماعي. الرؤية بتاعتنا ان احنا نوصل ان يكون في عجلة في كل بيت. انا اول مرة اشارك عرفت عنهم عن طريق الفيسبوك، لاني كنت بفكر بس ازاي اعمل فيتنس، وجات في دماغي فكرة العجلة. عرفت الايفنت من الفيسبوك، كنت انا اكتشلي بدور على اي ايفنت سايكلينج في اكتوبر، فلقيت الايفنت دوت وجيت فيه. تجربه جميله عايز اجربها يعني كده، وممكن تكون بدايه لرياضه جديده لسه الواحد هيتعود عليها يعني. تنظيم ماراثون للعجل ليست الاولى في الفتره الاخيره، فبعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركه في ماراثون كبير للعجل بات الامر منتشرا لدى فئات وشرائح مختلفه في المجتمع، الامر الذي يعود بمنفعه صحيه على الفرد والمساعده في حل مشكله المرور. احمد مصطفى، قناه دريم. ياريت نستمر في رياضة ركوب الدرجات، ما تبقاش الحماسة في الأول بس وبعد كده نسكت، لأن هي رياضة يعني مفيدة وأيضا متاحة للجميع وكمان مش مكلفة.